اهلا وسهلا يا الف نهار ابيض. اهلا وسهلا. اتفضلوا ارتاحوا يا هوانم. احنا مش هوانم يا بابا، احنا مهندسين ومش جايين نتضايف. انا لولايا كان زمانها سجنتك، انا اللي قلت لها نلم الموضوع ودي. ليه كفالة الشر؟ بتحط لي رشوه فلوس في العربيه؟ مين قال دي رشوه؟ بس دي هديه بمناسبه عيد ميلاد السنيوره بنتك. لا دي رشوه، انا سالت ابن خالتي رئيس نيابه وقال لي كده تبقى رشوه. كان نفسه يعرف مين اللي عمل العمله دي. نيابه ورشوه؟ لا لا، انا الحق عليا ان انا قصدي جامل. فلوسك اهي، الكلام ده ما يتعملش معانا احنا. واعتبر ده انذار، لو اتكرر تاني ما تلومش غير نفسك بقى. هوديك في 60 ده. والبرج اللي انت فرحان بيه ده هندهولك على دماغك، يلا بينا. سيدي ما بتهددش. اتكتم انت. طب يا ست هانم، قصدي يا باشمهندسه. يا اخوانا الكلام اخد وعطى. انا قلت كده، كان قلبي حاسس من ساعه ما شفت الباشمهندسه دي وقلت مش هيجي من وراها خير ابدا. شفتي؟ صنفي خاف ما يختشيش. بس انت كنتي اجرى ايام الكليه، انت ايه اللي جرالك؟ يمكن كنت راميه حملي على جوزي. هو انت كنتي بتشوفيه خالص يا فاتن؟ ده هما كام سنه اللي عشتيهم معاه وكان شغل واخد كل وقته. بس كنت سعيده معاه. الكام ساعه اللي كنت بقضيهم معاه ما كانش بيحسسني بنقص في اي حاجه. كان بيحتويني، كان بيساعدني. تعرفي لما كنت اغمض كده هو جنبه وانام كنت بحس بامان. بس انت خوفك على اولادك هو اللي غيرك على فكره. يمكن انا بقيت دلوقتي الاب والصديق والصديقه والام. ابوهم راح فجاه وانا كمان ممكن اروح منهم فجاه. مش عايزاهم يحسوا انهم ممكن يكونوا ناقصهم حاجه. يا حبيبتي انت مش منقصاهم حاجه، بس بلاش حكايات كل شويه اروح منهم فجاه دي، لانه انا بتخض عليكي. اللي انا بقى مستغرباه، هما ليه بيتعاملوا مع الست على انها كسر عشري من غير راجل؟ يعني ليه دايما محتاجه راجل عشان تبقى رقم صحيح؟ مش حاجه غريبه دلوقتي؟ لا انا شخصيا ما بحسش بكده خالص، بالعكس انا بحس ان انا ست قويه جدا ومعتمده على نفسي وربنا فاتحها عليا الحمد لله. انا يمكن ابقى جبانه شويه عشان خاطر ولادي، من خوفي عليهم مش خوفي على نفسي. لا اللي عنده ولاد مرتاح ولا اللي ما عندوش مرتاح، دولت بقى سيبهم لمين؟ يانا يانا ما تفكريش يانا. انا ما اعرفش حاجه عن الفلوس اللي بتقولي انها اتحطت لك في شنطه عربيتك. بدليل انك انت جيت لي البرج وقعدت توصيني عليه. انت عايزه مني ايه يا باشمهندسه؟ والمهندسه وصال سلطتك عليا وقالت لك ايه بالظبط؟ سلطتها لي؟ انا هخاف اواجهك ولا ايه؟ وصال ما قالتليش اي حاجه، انا اتخذت الاجراءات القانونيه اللازمه اللي انت كان المفروض تعملها وما عملتهاش. انت عارفه ان شغلنا كتير وما بنلحقش عليه. شغلك كتير لدرجه انك انت ما شفتش البرج الطويل العريض ده؟ يا حرام اتفاجئ. عموما انا عملت محضر في النيابه وان شاء الله هتوقف الشغل في البرج. والادوار المخالفه هتوزيل، وقريبك سيد الشربيني هيترمي في السجن، تبقى تروح تزوره بقى تاخد له معاك عيش وحلاوه، بس ده اختياري اذا حبيت. انت مش قلت ان هو قريبك؟ زوره في اللومان. كده؟ طيب اعلى مفخلكم انتوا الاثنين اركبوه ووروني هتعملوا ايه. انت راجل قليل الادب. وانت مؤدبه، يبقى وريني هتعملي ايه يا مؤدبه. انا مؤدبه غصب عنك، مؤدبه غصب عنك، بس دي مش غلطتك انت، دي غلطتي انا عشان سكت النوعيه دي من الاول. انا هقدم فيه مذكره الرئيس الحي وهشتكيه وهقول عليه انه قليل الادب. وانا هشهد معاكي، بس اهدي شويه. في ايه؟ مين اللي كان بيزعق وصوته جايب اخر المبنى؟ بقول لك ده تهويش. انت من امتى كنت بتتهز من الحاجات دي؟ هما لو كانوا عاوزين يعملوا لك محضر رشوه زي ما قالوا كانوا جابوا لك الفلوس لحد عندك. طب ومخالفات البرج اللي كانت عايز تعملها الباشمهندس؟ قلت لك اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، سيب لنا الحكايه دي وانا هظبطها لك. دي فيها مخالفه امر عسكري والسجن يا باشمهندس. ولا حد هيقرب لك ولا هيسالك تلت التلاته كام، المهم تنفذ اللي اقول لك عليه. هيحصل، وانا عنيا ليك يا باشمهندس. جميل، نبقى كده متفقين وامرنا ما هنختلف. بس انا بقى مش هفوتها للباشمهندسه دي، زي ما جات لحد عندي وبعزقت كرامتي هي وصاحبتها وسمعوني كلمتين زي الرصاص. انت ناوي تعمل ايه يا سيد بيه؟ شوف يا باشمهندس، انا عندي بدل البرج 5 تبراج في منطقه الباشمهندسه. مش معقول كل شويه تتنطط لي وتعمل لي قلق. لازم أقدمها وأوريها العين الحمراء وأخليها تقول حقي برقبتي وتبعد عن سكتي.